عندك في الاولمبياد، فترة الاولمبياد مش عارف هتبقى اسبوعين ولا كام، حسام عبد المجيد مش موجود. حسام عبد المجيد مش موجود مع المنتخب الاولمبي، ومحمود علاء مشي، وياسر حمد مشي، ما عندكش غير المسلوسي والزناري هتلعب بيهم الاسبوعين دول في الدوري. تخيل هتلعب اكتر من ماتش، لعيب اخد انذارات، لعيب اتصاب، يا اما تجيب لعيب مش في مركزه وتلعبه مدافع، يا اما تجيب حد من الناشئين لسه ما عندوش خبره انه ياخد ماتش من اوله ويلعب 90 دقيقه، لان الناشئ ده عاوز تدخله حته حته مش مره واحده. طب يعني ايه الكلام بتاعك ده يا محمد؟ يعني الاداره فرطت في محمود علاء بدري وياسر حمد بدري، ده ياسر حمد ما عادش 4 شهور معاك. طب جبته في ايه ومشيته في ايه؟ طب مين العين اللي اختارت ياسر حمد؟ مين العين اللي اختارته؟ طب تمشي 2 مدافعين مره واحده؟ وعندك لعيب في المنتخب الاولمبي ولعيب في منتخب تونس، لو في توقف ولا حاجه والدوري ممكن يكون شغال او بتلعب كاس ولا حاجه، المسلوسي مش هيكون موجود هو كمان. هزل. اه طبعا احمد رفاعي كويس، ولكن افرض اتصاب هتلاعب مين؟ زي ما عملت بفتوح، مشيت حاتم سكر ومشيت عبد الله جمعه ومشيت احمد زكي، وبتعيط دلوقتي وبتجيب عمر جابر من اليمين تلعبه في الشمال. ما بيتعلموش من اخطائهم، ما بيتعلموش من اخطائهم، مش عاوزين يتعلموا من اخطائهم، مش قادرين يتعلموا من اخطائهم. فانت كده ما عندكش الا مدافع واحد بس اللي هو بيلعب اساسي، حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي ده برضو بنوريكم التفكير يعني. طيب خلاص، بشكل شبه لسه مش اكيد، ولكن العرض الاكبر المقدم، ما احنا قلنا امبارح في 3 دول مقدمة استضافة السوبر الافريقي، العرض الاكبر من قطر مقدمة عرض للاتحاد الافريقي ب4 مليون دولار، فقطر تعتبر هي الاقرب لاستضافة السوبر الافريقي. طبعا اكيد عاوزين نحيي جدو موديست، يعني بيفكرني بالاغنية بتاعت الفنانة، هفتكر لكم اسمها دلوقتي، جاي في ايه وسافرت في ايه ومريحتش عندنا ليه. الراجل جه شرب كوباية شاي وقعد على قهوة ام كلثوم اللي في وسط البلد وشرب كوباية شاي، والراجل قال لك انا جاي العب في المستوى الادنى، والراجل اخد 1,800,000 دولار واخد بعضه. اه ناديه مصطفى جت جاي في ايه وسافرت في ايه ومريحتش عندنا ليه. لا يا فنانه ناديه مصطفى، وريح وشرب شاي واكل وشرب واخد 1,800,000 دولار واخد بعضه ومشي. فمودستي خلاص بقى، يعني هي دي النهايه ليه مشواره الكروي. هو الراجل عنده احفاد دلوقتي، جده مودست، هيقعد بقى مع احفاده بقى وهيعيش حياته ويسافر المالديف مع احفاده، مش هيلاقي ناس هفق يضحك عليهم وياخد منهم 1,800,000 دولار تاني. يعني هو جه شرب كوبايه الشاي ب1,800,000 دولار يعني. فده بالنسبه لجده مودست يعني. انما بقى ابو الكهارب، الواد ابو الكهارب ده واد جميل قوي. اول ما جه الاهلي يقول لك ايه؟ انا راجع بيتي التزام التزام. ومن ساعة الكلمة دي اتوقع على الواد كهروب 5,900 عقوبة، بينام وبيسحب عقوبة. ده غير طبعا الزغروف بتاع الزمالك وال80 مليون، ده كان زغروف محترم يعني، ولكن برضو لو كان يبقى بالدولار كان يبقى افضل يعني. ولكن الولد كود يوم يعمل مشكلة ويتخصم منه. المشكلة الاخيرة بتاعت كولر والتمرين المستبعدين، احنا حكينا لكم الموضوع بالتفصيل يعني. كولر استبعده من ماتش الجيش، ما هو الاهلي هيلاعب الجيش يا عم، ده لسه ملعبه من يومين، من ساعه ما انا كنت صغير في ثالثه ابتدائي والاهلي بيلعب 3 فرق، الجيش وفاركو والداخليه، يخلصوا يلعبهم تاني، الجيش وفاركو والداخليه، يخلصوا يلعبهم تاني، الجيش وفاركو والداخليه، من ساعه ما انا كنت في 4 ابتدائي او في 3 ابتدائي مش فاكر، والاهلي بيلعب الجيش وفاركو والداخليه. انت فاهمني؟ ليه؟ عشان خاطر عامر حسين مظبط لهم الجدول كده، الجيش وفاركو والداخليه. اه والله، حتى استاذ احمد اهو
استاذ احمد جمال بيضحك اهو برضه. استاذ احمد من ساعه ما كان معايا في ابتدائي وهو حاطط المدرسه كده ورايح المدرسه والشنطه والزمزميه والسندوتشات، والاستاذ احمد برضه كان بيخلص المدرسه ويجي بقى بالليل الاهلي عنده يعني الجيش والداخليه وفرقه. الاهلي بقى له 90 سنه بيلعب الثلاث فرق دول عشان عامر حسين، عشان النظام اللي كنا عاوزين نطيح بيه ونغيره. ما تضغطش على المجلس يا استاذ محمد، ما تهاجمش المجلس اللي فيهم مكفيهم ده بيطلعوا على التلفزيون كل يوم مرتين ثلاثة، واحمد سليمان كل يوم فضحنا مع مهيب. اللي فيهم مكفيهم يا استاذ محمد والنبي. حاضر حاضر، مش هضغط عليهم عشان يعرفوا يطلعوا مع مهيب. حاضر. فابو الكهاري بتوقع عليه عقوبه ماليه، لسه ناس بتقول 150,000، والله الراجل بيقول انت محتاج الهراشه، موجوده والله اهي، موجوده موجوده الهراشه دي اصلها بتاعت الرجاله. ما هو الراجل بيبقى فيه في ظهره شعر، فالشعر انت عارف في الحر ممكن تبقى عاوز تهرش ايدك ما تطولش، فبتجيب الهراشه وبتهرش. فالهراشه دي بتاعت الراجل، عاوز تعرف الراجل بتلاقي ظهره فيه شعر مشعر الراجل، انما في واحد بيستخدم عشان يشيل الشعر فما بيحتاجش هراشه، تفهمني؟ مهم يعني. فده بالنسبه لاستبعاده طبعا من لقاء الجيش، وهيتم توقيع عليه عقوبه بيقولوا 150,000 ومش عارف ايه والكلام ده كله، الله اعلم. بس الكابتن خطيب ده بقى حصر ليكم، الكابتن خطيب اعطى الضوء الاخضر، لان انا جاي لكم دلوقتي لجنه التخطيط في الاهلي بتعمل شغل محترم. الكابتن الخطيب اعطى الضوء الاخضر للاهلي او للجنه التخطيط بالموافقه على اي عرض لكهرباء مهما كان المقابل المادي، ودي معلومه وفي فرق بين المعلومه والتوقع، دي معلومه. كابتن محمود الخطيب اعطى الضوء الاخضر للجنه التخطيط، لو جه لكهرباء عرض بأي رقم بأي رقم بس يكون عرض جدي سيبوه سيبوه، أنا راجع بيت التزام التزام، أحلى التزام في الدنيا الواد كهرباء بيعمله والله العظيم، واد ملتزم. وصل إحنا عندنا اللي بيدخل بيبقى مؤدب، إنما لو عند الجيران بيبقى قليل الأدب. شفت يا أستاذ عدلي؟ عرفت يا استاذ عدلي ان اللي بيبقى بره هو اللي بيبقى مؤدب وبيدخل عندكم بيبقى ليه الادب؟ عرفت يا استاذ عدلي؟ فكهربا هشوف وشك بخير يا كهروب. تعال بقى ندخل على امام عاشور. في واحد كان بيلعب كوره اسمه الساقو، الساقو عارفين الساقو؟ كان بيلعب كوره في المنتخب، انا مسميه الساقو. عارفين الساقو ولا مش عارفينه؟ عارفين الساقو؟ الساقو مين الساقو؟ الساقو حاول يتوسط لامام عاشور وكلم الراجل، وكلم الراجل اللي هو يا عيني امام راح جاب له بلطجيه 20 بلطجي، وكلم الراجل عشان يرضى يتنازل. الراجل طبعا زي ما قلت لكم عاوز 5 مليون جنيه حقه، ويا ريت يطلب 50 يعني، ما جاتش على الصفر ده نحطه جنب الخمسه. فالراجل عاوز 5 مليون جنيه عشان يصطلح مع امام عاشور. الساقو تواصل مع مين؟ تواصل مع الراجل بتاع الامن. عاوزين، انا الساقو بكلمك، عاوزين ان احنا نخاوص الموضوع ومش نخايشه والكلام من هذا القبيل يعني. فالراجل رد عليه عامل الامن قال له لا، انا يا اما بقى يعني الرقم اللي انا طلبته اخده، يا اما انا مكمل في المشوار بتاعي القضائي والقضاء يحكم ما بيننا. سمعت بقى، انا بصراحه ما اتفرجتش، انما سمعت ان الساقو جه في البرنامج عنده ومسك الراجل يا عيني ده هجوم 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 عليه، يعني مش كفايه الراجل اتضرب بره، لا ده بيضربوه بره وجوه. الساقو ماسك الواد يا عيني بتاع الامن او الراجل المحترم يعني دب دب. طب اولا يا ساقو انت مالك؟ يعني انت مالك؟ انت ايه اللي دخلك في حاجه زي دي يا ساقو؟ هو انت يا ساقو عاوز تبقى خدام جديد للاهلي؟ ولا انت خدام قديم وعاوز تثبت نفسك يا ساقو؟ كله بقولك كله خدامين عند الاهلي.
كله شغال بيخدم على الاهلي، كله خدامين تحت امره، تحت امره الساقو وغير الساقو، الساقو وغير الساقو. ادي الكلام وادي الحكايات بتاعتنا. طيب بما اننا النهارده سهرانين شويه واللايف النهارده طويل شويه، عاوز اكلمكم على كذا حاجه. اتكلمنا طبعا كولر استبعد كهربا، واتكلمنا على ثروت سويلم واهانه نادي الزمالك من رابطه الانديه ومن لجنه المسابقات، واتكلمنا على السوبر الافريقي. تعالوا بقى نتكلم على كذا حاجه. هسالكم سؤال، ليه كل الانديه بتشتكي من التحكيم ما عدا الاهلي؟ ليه؟ مش عارف، مش عارف. وهل قمر الدين ده اتحقق معاه ولا لا؟ اللي هو خد مراته وابنه وراح يتصور مع امام عاشور، هل هتحققوا معاه زي محمود عاشور كده يتنفي بره البلاد؟ طب والمعلق ايه اليوم الحلو ده؟ المعلق اللي غنى على الهوا، المعلق المحايد، ولا تصريح عصام عبد الفتاح امبارح لما قالك ان كلاتنبرج تلاعب في خطوط الفار عشان يحسب هدف للاهلي، ومن ساعتها محمود عاشور منفي بره مصر. اقسم بالله نادي ريحته تشمها من على بعد، ريحته فاحت، ريحته فاحت، ريحه القذاره فاحت، ريحه الوساخه فاحت، ريحته فاحت في التعليق، ريحته فاحت في الحكام، ريحته فاحت في المسابقات والرابطه واتحاد الكوره، ريحته فاحت. مفضوح، مفضوح. رؤى زعلان، وكان في تمرين للمستبعدين من ماتش سيراميكا، رؤى ما راحوش. يعني رؤى بياخد من الزمالك فلوس على الفاضي، لعيب ابيض وفاضي، لعيب الزمالك لم يستفد به، لعيب امكانياته محدوده وبندفع له فلوس بس مش بنستفيد بيه فنيا، وكمان زعلان عاوز يلعب بالعافيه. يا ابني انت امكانياتك، لا عاوز يلعب بالعافيه وزعلان. انا برضو رؤى ده غريب يعني. فالزمالك وقع عليه عقوبه اللي موجوده في اللائحه عشان خاطر الباشا بياخد فلوس وقاعد معزز مكرم بياكل بيشرب قابض الدنيا زي الفل، وكمان زعلان انه ما بيلعبش. رؤى مدرج، فلذيذ رؤى ده، لذيذ لذيذ. قبل ما نخش على كلام مهم، تعال اقول لكم النادي الفاسد. بعد الحروب بتبدا تطلع الاسرار، بعد الحروب بتبدا تطلع الاسرار. ايمن اشرف لعيب الاهلي واحد اللعيبه اللي شاركوا في نهائي القرن العفن، نهائي القرن اللي ريحته قذره اللي تلعبوا فيه عشان يدوا للنادي المدلل. ايمن اشرف بيقول لك ايه؟ ايمن اشرف في الماتش ده مسك دراع اشرف بن شرقي وقعه جوه منطقه الجزاء ضربه جزاء، انما الفاشل غربال ما رضيش يحسبها، اللي هو اتغير بيه اللي هو الحكم المغربي اللي هو جيد، رضوان جيد اتغير، رضوان جيد ده راجل محترم جدا، انما جابوا الملاكي غربال بتاع الاهلي وطبعا دمر الزمالك ودبح الزمالك الماتش ده. ايمن اشرف بيقول لك ايه؟ بيقول لك خفت مصطفى غربال في نهائي القرن يروح يشوف الفار بعد وقعة اشرف بن شرقي، خاف غربال يروح يشوف الفار. ما تخافش يا ايمن يا اشرف، انت متوصى عليك يا حبيبي جامد، ما تخافش يا حبيبي، النادي الفاسد ده ما يتخافش عليه. والله النادي الفاسد ده واقفين معايا يا ابني كلكم والله، فما يتخافش عليه. وبيقول لك ايه تاني؟ بيقول لك الزمالك وقتها كان فريق جامد جدا وكان فيه اسماء تقيله وتخض، وكنا عاملين ليهم الف حساب، لان كان الزمالك في الوقت ده يملك من اللعيبة المهارية واللعيبة التقيلة على ارض الملعب، وكان فايق جدا. عاوز اقول لك يا ايمن اشرف كلامك صح، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دمر الفريق ده، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دمر الفريق ده، عشان كل واحد يجيب لابنه وعاوز يخليه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تعمد تدمير نادي الزمالك، خاصة فرقة 2020 دي. فده اعتراف صريح من ايمن اشرف.
عاوز اسالكم سؤال وترد عليا في التعليقات. انا خلاص 5 دقايق واخلص. الزمالك طلعان عين امه. فين حازم امام اللي هو بيقول لك عاوز ابقى رئيس الزمالك؟ فين حازم امام؟ عاوز تبقى رئيس الزمالك؟ بص يا حازم امام، ربنا يديني طولة العمر، انا بحبك وانت لعيب. انما عارف يا حازم امام على جثتي ان واحد زيك او بالمواصفات بتاعتك يبقى رئيس الزمالك. رئيس الزمالك ده عاوز واحد بمواصفات معينة، عاوز واحد يكون ذكر ودماغه سم وساكت ما بيتكلمش وبيضرب من تحت لتحت. انما انت ما تنفعش يا حازم، والله العظيم بتكلم جد، انت ما تنفعش تمسك اي منصب. انت شخصيتك كيوت ولطيف وابن ناس، يعني لارج، حاجة لارج كده، مش بتاع خناقات وتخش وتعمله. فعلى جثتي يا حازم، يعني انت فين؟ ما اعرفش. برضو الحاجة اللي انا عاوز اتكلم عليها بدون اسماء، يمكن قبل كده المستشار مرتضى منصور قال كلمة يمكن انا موافق عليها من الكلام اللي انا فاكره له، يعني بيقولك انا ما عنديش رموز، انا ما عنديش رموز، انا عندي جمهور بالملايين. لما اشوف رمز من رموز الزمالك وهو طالع في فيديو مع عيل مرتشي، عيل كاره نادي الزمالك، عيل الناس اعترفت على الهوى، وصاحب عمره اعترف على الهوى قال لك احنا كنا بنرتشي مع بعض وكنا بنقبض حرام مع بعض. فلما اشوف رمز من رموز الزمالك طالع مع عيل حقير زي ده، وكل يوم وفي اليوم اكتر من مرة تقطيع في نادي الزمالك وضرب في نادي الزمالك وكد على نادي الزمالك وكيد في نادي الزمالك، عيل قذر وحقير واحقر ما انجبت الوسط، يعني لما اشوف رمز كبير من المفترض ان هو رمز كبير طالع معاه في فيديو، عارف ساعتها انا عملت ايه؟ والله العظيم عملت كده، ومحدش يزعل مني، لان انتوا عارفين انا بتكلم معاكم احنا اخوات، سواء انا اخوكم الكبير او اخوكم الصغير، من غير تكليف ومن غير كلام منمق وكلام مزوق، احنا مش قاعدين هنا في، عارف انا لما شفت، والله ما شفت الفيديو، اقسم بالله ما شفت الفيديو ولا افتحه ولا مجرد ان انا افتحه، بس شفت الصوره بتاعت الفيديو. عارف عملت ايه؟ والله العظيم لما شفت الاتنين دول على الفيديو عملت كده، والله العظيم اقسم بالله عملت كده. اول ما شفت صورة الاتنين في الفيديو، الصورة بتاعت الفيديو ما فتحتوش، هو رد فعل واحد، هو رد فعل واحد بس، والله ما عملت غير كده، والله ما فتحت الفيديو لغاية دلوقتي ولا اعرف فيه ايه. بس لا انت رمز، انت مش رمز، انت نكرة، انت نكرة، انت شخصية نكرة، انت مش رمز النادي الزمالك، ولا عمرك كنت رمز النادي الزمالك، ولا عمرك هتكون رمز النادي الزمالك، انت نكرة، انت بني ادم نكرة عشان توافق تطلع مع حيوان وحقير زي ده. والله العظيم ما عنديش كلام تاني اقوله في الموضوع ده، للنكرة ولا للحقير. النكرة والحقير المرتشي العجلي. الحقير العجل المرتشي. ما تضرب اللايك يا غالي. الله. بص يا فندم، تعرفين اللي انا بقول كلمة الحق، وكلمة الحق تعباني شوية وتعب ناس كتيرة مني. تعال احكي لكم الخبر ده كده ونقفل. بص يا فندم، الاهلي نادي كل الناس بتدعمه، الاهلي نادي كل الناس بتخدم عليه، ولكن الاهلي سيستم، في سيستم،
حتى الكابتن خطيب مريح نفسه، عامل لجان عشان هما يشتغلوا ويجوا في الاخر يقولوا له نعمل ده ولا نعمل ده، ده تبعاته كذا والقرار ده تبعاته كذا، نعمل ايه يا كابتن؟ ما بيتعبش، عنده لجان شغال عنده. لجنة التخطيط كانت عاملة اجتماع اليومين اللي فاتوا، الخطيب كلف محسن صالح برئاسة اجتماع لجنة التخطيط في غيابه. إدارة الكشافين وشركة الكرة، إدارة الكشافين الأهلي عامل إدارة كشافين وعامل شركة كرة، إدارة الكشافين وشركة الكرة جمعوا بيانات لمجموعة كبيرة من أبرز المواهب المحلية والأجنبية في الأماكن اللي الأهلي محتاج يتعاقد معاها، جمعوا الأسماء والسيفيهات وتم عرضها على كولر. وأهم المراكز اللي لجنة التخطيط جمعتها وجمعت البيانات بتاعتها المدافع والظهير الأيسر ولاعب الوسط والمهاجم والجناح. ده لجنة التخطيط عرضت على كولر، قالت له في محمد مصطفى ده مدافع كويس عنده كذا، وفي ابراهيم مش عارف مين، وفي فلان وفي فلان، جمعت له الاسماء وعملت له زي سي في لكل لعيب والمراكز اللي ناقصه في الفريق، وعرضت الاسماء دي على كولر وعرضتها او بتجهزها عشان يتم عرضها على الكابتن الخطيب لما يرجع من رحله السفر. ليه الكلام ده عاوز اقوله لك؟ ياللي بتدافع عن حسين لبيب ومجلس ادارته، اعملوا لجنة كورة، اعملوا لجنة تخطيط زي دي، تفكر تقول لكم ياسر حمد ما ينفعش الزمالك، محمد مصطفى ينفع الزمالك، محمود علاء يمشي دلوقتي، لا محمود علاء ما يمشيش دلوقتي، لان لما مسكنا الورق هو ده يا فندم الدماغ، لما مسكنا الورق وشفنا القايمة ايه ده احنا ما عندناش غير المسلوسي وحسام عبد المجيد والزناري، والمسلوسي بينضم لمنتخب تونس باستمرار وحسام عبد المجيد منتخب اولمبي، يبقى احنا كده عندنا زناري بس. لا استنى يا محمود علاء ما تمشيش، استنى يا ياسر يا حمد ما تمشيش. ناس بتفكر وتعرض القرار في الاخر على مجلس الاداره، انما للاسف احنا ما عندناش كده. احنا عندنا الكابتن احمد سليمان قاعد مع مهيب، وهو مهيب بيفكروا في مستقبل نادي الزمالك. عرفتم يا اللي بتطبلوا؟ اصل هم مضغوط عليهم، هي دي محتاجه مضغوط عليهم، انك تعمل لجنه تسويق رياضي، انك تعمل لجنه كوره ولجنه تخطيط، انك تعمل شركه كوره، هي دي محتاجه اصل مضغوط عليك، هي دي محتاجه اصل مضغوط عليك من فوق، مش عارف تجيب شويه اعلانات على سور النادي، يعني قناه نادي الزمالك متنيله ب60 نيله، متنيله ب60 نيله، ومع احترام الكل اللي بيطلعوا عليها، لا موهبه ولا كاريزما ولا حضور ولا قبول ولا اي حاجه. ما انا ما بخافش لان انا ميستي ما يعني ما بحبش اعرف حد ولا اتصاحب على حد عشان اعرف اتكلم براحتي، انا مش عايز اعرف حد في الوسط ده. ادي الناس اللي بتعمل سيستم والناس اللي بتعمل خيار مخلل.